إجا صامت قالب خلطه يا أخي، يمكن مخنقوا حدا تحت، يمكن مخنق مع حدا بشغلك مهددينه يطلع من الشغل، يمكن عليه صوتات ما قدر يأمنها، يمكن خاصمين له من المعاش. المرأة الذكية تلتمس العذر لزوجها، تجي لعنده بتقول له مين شفت اليوم؟ شكلك تعبان حبيبي، ايش بك شيء؟ بدك ساعدك بشيء؟ بجيب لك مي، بجيب لك الأكل على الأوضة تاكل بالأوضة. شفت هالكلام اللطيف، الكلام البسيط حيخلي الرجال يكر كل